2 3 تكاد هذه البراعم تخفي بصعوبة سعادتها، فهؤلاء ينتظرهم مشروع يحلم به الصغار والكبار أيضاً. ابتسم لهم الحظ دوناً عن أقرانهم، سيسافرون بعد أيام إلى قطر، موطن أكبر حدث كروي في العالم. جميعهم وبلا استثناء يكاد لا يصدق أنه سيعيش تجربة فريدة واستثنائية. عندما أبلغت بأنني ذاهبة إلى قطر ظننت أنهم يمزحون معي وأنها كذبة. أنا سعيدة كثيرا وإن كنت لا أكاد أصدق أنني ذاهبة إلى قطر. عندما تأتي الحافلة يوم 20 نوفمبر لنقلنا إلى المطار لن أصف لكم شعوري بعدها وأنا في الطائرة. هذه فرصة ذهبية بل فرصة من الألماس، سعادتي لا توصف. كنت أعرف بعض الشيء عن قطر وعندما أبلغت بالرحلة بحثت عنها كثيرا فاكتشفت أنها جميلة جدا. فعلى الصور قطر مدهشة خصوصا ناطحات السحاب. بعض أولياء الأطفال لم يفوتوا فرصة تخليد المناسبة، ففي ملعب فرنسا الذي توج فيه المنتخب الفرنسي بطلا للعالم عام 98 نظم حفل للأطفال المحظوظين. تلاميذنا ينتظرون بفارغ الصبر هذه الرحلة، نحاول بصعوبة تهدئتهم، يريدون السفر في أقرب وقت. نحضر لهذه الرحلة منذ عام، وفي كل أسبوع يتعلم الأطفال اللغتين العربية والإنجليزية. ستكون تجربة استثنائية، ونشكر الجمعية التي منحتهم هذه الفرصة لاكتشاف ثقافة جديدة والالتقاء بأناس طيبين. ويراهن منظم هذه الرحلة على هذه المبادرة علها تمحو الشوائب التي يريد البعض إلصاقها بالمونديال وبالبلد المنظم. واجبنا هو تمكين هؤلاء الأطفال من معايشة حدث استثنائي، وقد يكون هذا سفرهم الأهم والوحيد في حياتهم. الهدف هو تحويل حلمهم إلى حقيقة. نحن متأكدون من أن هؤلاء الأطفال سيقدمون الحقيقة، لأنهم سينبهرون بمحيطهم هناك عندما أوضح لهم أن قطر صغيرة مقارنة بفرنسا، لكنها بلد قوي جدا على الصعيد الإنساني. فالقطريون لطيفون، وهذا ما صنع ثراء قطر. إلى جانب هؤلاء الأطفال يستعد مئات بل آلاف من الفرنسيين للسفر إلى قطر لتشجيع منتخب الدياكا في بطولة يعتقد أنها ستكون الأنجح في تاريخ بطولات كأس العالم. نوردين بوزيان، الجزيرة، باريس.